مهارة مهمة جدا واحنا داخلين نتعامل مع مصاب، ان احنا الاول نقف بعيد، ما ندخلش على المكان على طول، نتأكد ان المكان امن، قدرنا نبعد اي خطر موجود هيبقى حاجة كويسة. بعد كده هنزل افحص وعي المصاب عن طريق ان انا احاول انبهه واخبط كده على كتفه، يا استاذ سامعني انت كويس؟ ما ردش عليا يبقى المصاب بتاعي دلوقتي في حاله اغماء. ساعتها هنحدد حد من الناس اللي حوالينا ان هو يطلب الاسعاف ونقوله رقمها 1 2 3. احدد، ما اقولش حد يتصل بالاسعاف. يعني الفيديو اللي شفناه في الاول كان حد بيقول يلا حد يتصل بالاسعاف، ما حدش اتصل، فساعتها يا ما يا حدش هيتصل خالص يا اما الناس كلها تتصل. فاحنا بنحدد حد بعينه، احدد حد. بعد كده بنعمل اللي هي الخطوه الثالثه اللي هي الكير او الاعتناء بالمصاب بتاعنا. احنا هنبتدي بفحص التنفس، بنميل بزاويه كده ونعد 5 ثواني نشوف في حركه في الصدر ولا لا. لو لقينا حركه في الصدر يبقى المصاب بتاعنا بيتنفس، ودي علامه مهمه زي ما احنا اتفقنا. طيب ما ينفعش ابدا اسيب مصاب مغمى عليه على ظهره، لازم احطه على جنبه في وضع اسمه وضع الافاقه. فمهاره مهمه جدا لازم نعرفها ولها خطوات هنعرفها مع بعض. هي مش هتفرق جنب يمين عن جنب شمال، مش فارقه اي لا جانب. مش هتفرق بالظبط كده. فالايد اللي عندي باخدها زاويه قايمه كده او حرف ال، بعد كده همشي في دايره هروح للايد الثانيه واجيب ظهر ايد المصاب على خده اللي عندي، وناخد بالنا ان المصاب ده مغمى عليه، فانا لو انا سبت ايدي هتقوم جايه راجعه تاني، فيهمني ان انا افضل دايما ماسك ايدي. طيب احنا اتفقنا هنمشي في دايره، بعد كده هروح الركبه البعيده عني امسكها من تحت كده واتني رجليه عليا، انا عملت زي ذراع قوه اقدر اجيب المصاب ناحيتي. مهما كان وزنه يا دكتور احمد؟ مهما كان وزنه، لان المصاب اللي مغمى عليه عضلاته سايبه فمرتخيه، فبسهوله جدا اعرف اعمل الكلام ده. تمام. بس هفضي مسافه بيني وبينه كده واقوم جاي مميل المصاب عليا، هسند كوعه من الناحيه دي عشان وانا بسحب ايدي من تحتيه ما يبقاش فيها مشكله. دلوقتي ظهر ايديه اللي احنا استخدمناه مخده المصاب ينام عليها عشان ما يبقاش خده على الارض. طيب عشان المصاب ما يرجعش تاني لورا احنا رجليه دي بنشدها كده علينا، وعلشان نفتح الممر الهوائي اكتر بنرجع راس المصاب لورا، ونفضل كده جنب المصاب لحين وصول عربيه الاسعاف. يهمنا نعرف ان الوضع ده عمر ما المصاب اللي مغمى عليه هيبلع لسانه طول ما هو جاي على جنبه، وكمان بعض المصابين ممكن يحصل زي قيء او افرازات وهو مغمى عليه، فلو المصاب جبنا على جنبه الافرازات دي مش هتسد المجرى الهوائي، فاحنا بالتالي حافظنا على الممر الهوائي مفتوح من بلع اللسان ومن الافرازات.